وللمزيد حول تطورات الأوضاع في فلسطين والحرب الدائرة في غزة ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول عضو المؤتمر الشعبي الفلسطيني الأستاذ بشار شلبي. مرحبا بك معنا. الله أهلا وسهلا أستاذ يونس. أستاذ بشار، أبدأ معك بما قرأناه قبل قليل لصحيفة وول ستريت جورنال التي قالت بأن إسرائيل تجد قواتها منهكة مع تزايد الانتكاسات العسكرية التي تواجهها خلال هذه الحرب القائمة. برأيك كيف تبدو صورة هذا الجيش الذي يواجه قوة محلية محدودة القوى تعاني من عدم وجود إمداد عسكري حقيقي لها، ومع ذلك يعني يفشل الجيش ويخسر من مقدراته في هذه المواجهة؟ يعني الصورة التي يجب أن نقرأها وننظر إليها فيما يتعلق بهذا الذي يسمى مجازا جيش، لأنه عبارة عن عصابات إجرامية متوحشة. الصورة هي صورة الوحشية وصورة الإجرام وصورة المجازر. قبل أن نقرأ صورة الإنهاك أو التعب أو غيره، لأنه الإنهاك والتعب هي صفات إنسانية تصيب الجيوش المتمتعة بدرجة من القيم الإنسانية وقيم القتال، إلا أن هذه العصابات التي تسمى جيشا إسرائيليا هي في الحقيقة عبارة عن مجموعة من المتوحشين مصاصي الدماء المجرمين الذين لا يوجد لديهم أي قيم ولا يستحقون أن يسموا بالجيش. ومع ذلك فلا بد من الإشارة أنه خلال 333 يوم من هذه الحرب الإجرامية على قطاع غزة وشعبها المحاصر ومقاومتها المعزولة تماما عن العالم من حيث القدرة على التواصل والدعم والتأييد بالمعنى العملياتي، إلا أنها ما زالت تلقن العدو دروسا قاسية وما زالت تقوم بمهاجمته في مختلف المحاور وخاصة في محور نتساريم الذي يعتبره نقطة ارتكاز لاحتلال وللإغارة على مختلف المناطق في قطاع غزة. هذه الصورة صورة الجيش الذي لم يستطع بين قوسين أن يحسم الأمور كما حاول الادعاء أنه يحتاج إلى أسابيع وربما شهر أو شهرين أو ثلاثة، فإذا بنا نصل إلى حوالي أو بحدود السنة، ولم يستطع أن يحقق ما أعلنه من الأهداف التي على رأسها القضاء على المقاومة وإنهاء وجود حركة حماس بشقيه، الوجود العسكري المسلح والوجود المدني المتمثل بالحكومة والسلطة. هذه الصور هي التي يجب أن نقرأها من هذا الجيش الإجرامي المتوحش الذي يعاني حقيقة من أزماته بسبب اللطمة التي تلقاها والإهانة التي تلقاها هو وقيادته في 7 أكتوبر. من الواضح أستاذ بشار أن نتنياهو يصر على مواصلة الحرب، وما دار في المؤتمر الصحفي أمس هو مزيد من التعنت والإصرار على مواصلة الحرب، وبلا شك هو يختار خياراته وأهدافه بشكل جيد. يعني عندما يقول فيلادلفيا أهم بكثير من موضوع إنهاء ملف الأسرى، وهو يعرف أن الأسرى يقتلون ويموتون تباعا ويعودون في أكفان. برأيك ما المتغيرات التي يمكن أن تؤثر على هذا السياق بحيث تجبر نتنياهو على تغيير موقفه؟ هل المظاهرات الموجودة الآن مؤثرة بالفعل؟ هل دخول الهسدروت على الخط أيضا يؤثر في السياق؟ خلال هذه الحرب الإجرامية لابد أن نلاحظ الملاحظة المهمة والجوهرية التي تقول أن المجتمع الصهيوني، كل المجتمع الصهيوني تحول إلى الإجرام والوحشية، والمجتمع الصهيوني عموما يقف خلف نتنياهو بحربه ضد قطاع غزة وضد المقاومة، ويقف مع نتنياهو في استمرار الحرب. هو يريد استعادة الأسرى، صحيح هناك أزمات داخلية حقيقية في داخل المجتمع الصهيوني، هناك خلافات عميقة، هناك اختلاف على هوية الدولة، هناك اتهام من قبل سموتريتش وبنغفير وأركان الحكومة لبقية المكونات العلمانية في الجيش والأجهزة الأمنية، اتهامات تخرجهم من اليهودية ومن الصهيونية، هذا صحيح، إلا أن المراهنة على أن هذه الانقسامات وهذه الأزمات الداخلية يمكن أن توقف العدوان على الشعب الفلسطيني وتوقف الجريمة والمجزرة بحق الشعب الفلسطيني هو رهان غير موضوعي وغير منطقي، لأن الاختلافات الداخلية في المجتمع الصهيوني لم تتحول ولم ترتقي إلى الدرجة التي تؤدي إلى وقف الحرب، بل يتم من خلالها استثمار هذه الخلافات لمزيد من الوحشية ولمزيد من الإجرام. وما عبر عنه نتنياهو في مؤتمره الصحفي الموسع بالأمس كان واضحا وصريحا بالصوت والصورة، يقول أن البديل هو استمرار الحرب، يقول أن حماس ستدفع ثمنا أكثر، يعتذر
عن عدم قدرته على تحرير الأسرى أحياء واعترافه بأن هؤلاء الأسرى الذين كانوا أحياء قبيل محاولة تحريرهم تم قتلهم، ولكنه يقول أن حماس ستدفع ثمنا مضاعفا. هو يقول أنه لابد أن يحتفظ بمعبر فيلادلفيا حتى لو أدى إلى استمرار قتل الأسرى. هو واضح وصريح جدا ويريد أن يوصل رسائل إلى كل الأطراف، ومنها أطراف المعارضة الصهيونية، ومنها الهستدرود، ومنها أهالي الأسرى، أنه يعزم وعازم على استمرار الحرب والوصول إلى ما يظن أنها أهدافه. وبالمناسبة الأهداف ليست متعلقة فقط بما أعلنه وبما يعني أظهره من هذه الأهداف، بل هناك أهداف متعلقة بتفريغ الأرض الفلسطينية. نعم. وهذا ما يجري في الضفة الغربية الآن، تفريغ الأرض الفلسطينية من الشعب الفلسطيني وتهويد كامل فلسطين والقضاء على أي أمل لدى الذين يعني ينتظرون من الكيان الصهيوني إقامة لذلك لم تظهر على الخارطة فيها. لم تظهر على خارطة منطقة مهمة هي الضفة الغربية مع الأسف. وأستاذ بشار، هذا يحيلنا للسؤال، هو عمليا كما تفضلت لديه أفكار، لديه مخططات، لديه سياسات وردت في كتابه منذ عام 96 مكان تحت الشمس، وكان الكتاب عبارة عن دعاية انتخابية إلى أن فعلا وصل إلى رئاسة الحكومة منذ وقت طويل ويطبق ذلك على الأرض ويستعين بالمتطرفين معه في الحكومة وفي الكنيست. لكن فلسطينيا يبدو أن السلطة وقطاعات مهمة في الشعب الفلسطيني لم تستوعب هذا الدرس بعد، وتعتقد أن المعركة فقط بين الاحتلال وبين المقاومة الفلسطينية في غزة متمثلة بحركة حماس، وليست المشكلة مع الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية. هل تتوقع تغيرا في السياسة الفلسطينية تجاه هذا الموضوع أم الانتظار فقط؟ ما عبر عنه نتنياهو في مؤتمره بالأمس وما مارسته هذه الحكومة الأشد تطرفا وإجراما منذ 11 شهر في قطاع غزة وفي الضفة الغربية يؤكد على أن الاحتلال يرى في الشعب الفلسطيني عدوا ويريد أن يتخلص من هذا العدو ويلقي به خارج فلسطين. هذه الصورة الواضحة والصريحة، وهو يستثمر الغطاء الأمريكي والغربي عموما، ويستثمر العجز الدولي والعجز الإقليمي ليستمر في تحقيق أهدافه التي عبر عنها بشكل واضح في كتابه مكان تحت الشمس، وعبر عنها أيضا في تصريحات متعددة وكبيرة، منها عندما استقال من حكومة شارون عند انسحابه من قطاع غزة وغير ذلك. لكن الذي يراهن على أي تغيير عند نتنياهو أو عند الحكومات الصهيونية الحالية أو غيرها إنما هو يريد أن يخدع نفسه وأن يستمر تحت يعني ظلال الخديعة التي بدأت مع اتفاقات أوسلو وما مهد لاتفاقات أوسلو، ويعيش اليوم سكان الضفة الغربية الفلسطينيون في الضفة الغربية يعيشون أثر هذا الوهم، وهو تدمير ممنهج واجتياحات مستمرة ومحاولة الضغط على الشعب الفلسطيني ليغادر فلسطين وليهرب من فلسطين تحت هذه الجرائم المستمرة واستهدافات واجتياحات الضفة الغربية. أي قراءة أخرى من أي طرف كان هي شراء للوهم على حساب القضية الوطنية وعلى حساب الدم الفلسطيني وعلى حساب الوجود الفلسطيني في كل فلسطين ليس فقط في قطاع غزة. نعم، ولذلك ينبغي أن تكون هناك يعني تغيير في السياسة الفلسطينية. مؤخرا شاهدنا تصاعدا في عمليات المقاومة بالضفة، ومن الواضح أن هناك تحدي كبير لقوات الاحتلال في شمال الضفة وفي جنوبها، وهذا ما يعني شاهدناه وتابعناه في مجموعة من العمليات الفدائية هناك. برأيك هل تتصاعد هذه العمليات وتضغط على حكومة الاحتلال، ولا سيما أن المقاومة اتخذت قرارا مؤخرا بالعمليات الفدائية بالداخل المحتل في المناطق المحتلة عام 48 والمتمثلة بالعمليات الاستشهادية؟ بعد هذه الشهور الطويلة من الجرائم ومن استمرارها والتصعيد الصهيوني الذي لم يردعه أي شيء من قيم أو أخلاق أو قانون دولي أو ضغوط مختلفة، لا شك أن الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية وجدوا أن الأمل والثقة بعد الله سبحانه وتعالى هي بأهل فلسطين نفسه، وبالتالي فالنظر إلى العمليات الأخيرة في الضفة الغربية هي نظر استعادة الأمل واستعادة الثقة بأن الضغوط الحقيقية على الاحتلال تأتي من خلال أبناء الشعب الفلسطيني الذين يستطيعون
أن يصلوا إلى الداخل الفلسطيني المحتل، إلى داخل تل أبيب، ويستطيعون أن يصلوا إلى الحواجز، ويستطيعون أن يؤذوا الاحتلال وأن يؤلموه بالشكل الذي لا يمكن أن يستمر معه الاحتلال، متجاهلا للحقيقة القائمة أمامه أن هذا الشعب الفلسطيني شعب يرفض الاحتلال وسيعمل بكل قوته وبكل طاقته بكل ما يملك للتصدي للاحتلال. صحيح أن الموجات قد تنخفض وتخبو، إلا أنها لابد أن تستعيد زخمها وقوتها في الضفة الغربية، وهذا الانتظار ربما بشكل حقيقي أنه طال، لكنه النتيجة تأتي، وكما أتت النتيجة من الخليل بعد صمت وسكوت لعدة أشهر، لعشرة أشهر أو 11 شهر، فنتوقع ويتوقع الجميع أن نهضة الضفة الغربية للتصدي للاحتلال ولإيقاع الألم الحقيقي بالعمليات الفدائية وبغيرها من العمليات وباغتيالات قادة الكيان المجرمين، هذا هو الضغط الحقيقي الذي يمكن أن يؤثر على الكيان الصهيوني ويؤثر على قادة الاحتلال وعلى مؤسسته العسكرية والأمنية باتجاه وقف جرائمه والذهاب إلى إنهاء الحرب ضد أهلنا في قطاع غزة، خاصة في ظل غياب الضغط الأمريكي الحقيقي. يعني نتنياهو يعني يتشدد ضد الموقف الأمريكي ولا يهتم، بل بالعكس يتحدى ويراوغ يمينا ويسارا. برأيك هل ثمت موقف أمريكي يمكن أن يضغط، أم أن الأمر الآن تعدى المسألة وبالتالي نحن ذاهبون إلى الانتخابات وما بعدها؟ يعني استطاع نتنياهو كما يسمونه ثعلب السياسة الصهيونية، استطاع أن يتلاعب بالموقف الأمريكي، والموقف الأمريكي إذا أردنا أن ننظر له حقيقة هو موقف منافق، لأنه في الحقيقة لا يمارس الضغط الكافي على الكيان الصهيوني لوقف هذه الحرب من خلال استمرار تزويد الكيان الصهيوني بحاجاته من الأسلحة وزيادة عن حاجته، بالإضافة إلى استخدام الغطاء الدبلوماسي والقانوني من خلال استخدام حق النقض الفيتو ضد أي محاولة لوقف هذه الحرب وفرضها على الاحتلال الصهيوني. وبالتالي نتنياهو يفهم الإدارة الأمريكية ويفهم الأسلوب الأمريكي ويفهم العقدة الموجودة لدى الديمقراطيين اليوم، وهي ما يتعلق بالانتخابات وما يتعلق بضغوط العودة إلى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية من خلال المرشحة كاميلا هاريس. وبالتالي هو نعم استفاد من كل هذه الظروف، استطاع التلاعب بالإدارة الأمريكية وخداعها، وهو يعلم أنها منافقة ولا تريد أن تضغط الضغط الحقيقي لوقف هذه الحرب، وبالتالي الفترة المتبقية ستكون فترة متعلقة بالانتخابات وبضغوط الانتخابات وبالصراع الانتخابي، وبعد ذلك ستكون مرحلة الاستلام والتسليم. يعني نتنياهو يراهن على أنه من الآن حتى شهر آذار عام 2025 يستطيع أن يمارس ألاعيبه وأن يمارس مجازر إضافية لمحاولة أن يحقق أمرا واقعا على الأرض، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، دون حساب لا لأمريكا ولا لغير أمريكا حتى في داخل الإقليم أو خارجه. أشكرك جزيلا أستاذ بشار شلبي، عضو المؤتمر الشعبي الفلسطيني.